اليوم رح نسلط الضوء على إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمنطقة الساحلية والوسطى والشمالية باستخلاص نسيج ذهني من جسم المريض وتحفيزه وإعادة حقنه بالمفاصل. أكيد سالي، لنحكي أكثر عن هذا العمل الجراحي صباحنا غير مع الدكتور بيهس الوقاف الاختصاصي بجراحة العظام والمفاصل ورئيس الرابطة السورية لتنظير المفاصل، واللي عنده أي استفسار عن المفاصل أكيد يتواصل معنا عبر رقم الهاتف اللي رح يظهر على الشاشة. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بخير دكتور. يسعد صباحك دكتور، ورمضان كريم علينا وعليك. بداية خلينا نحكي عن العمل الجراحي الأول من نوعه بالمنطقة الساحلية والوسطى والشمالية، نحكي شوي اليوم عن هذا الإنجاز اللي نحن بنفتخر فيه. تمام، شكرا. بداية بدي أعطي بس لمحة بدئية عن العمل وبدايته. هو حقيقة ابتدى الأبحاث تبعه ابتدت بعام 2000، بال 2013 انتهى من الابحاث، ابتدى باوروبا طبعا جراح ايطالي اسمه ترامولادا هو اللي ابتدى فيه، بال 2014 ابتدى ينتشر، بال 2015 دخل حيز التطبيق، بال 2015 كمان اخذ الاف دي اي الامريكي كمنتج، بال 2016 حصل على الاف دي اي كاجراء. نحن الحمد لله كمان بال 2016 فورا قدرنا ندخله على سوريا وقدرنا نشتغل فيه. بالشهر 9 2016 كان عندي بدايه اول الحالات، وصرت عامل حتى الان حوالي 19 حاله عم نسقهم طبعا مشان نقدمهم كماده بحثيه داخليا وخارجيا. هو اذا بدي الخص الاجراء بيتلخص هو بثلاث مراحل، المرحله الاولى هي الهارفستنج للاديبوس تشي او قطف النسيج الدهني، المرحله الثانيه يتم تحضيره وتحفيزه، المرحله الثالثه يتم حقنه في المفاصل المصابه بالتنكس. طيب دكتور خلينا نحكي عن مرحله الاستعداد، كيف بيتم مرحله الاستعداد وتحضير المريض؟ تمام، بدايه التنكس بدي احكي شوي عن التنكس، هو اربع مراحل، مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. المرحلة الأولى عادة تستجيب على العلاج الدوائي. المرحلة الرابعة ما في حل إطلاقاً إلا استبدال المفاصل بمفاصل صناعية. بيفضل عنا المرحلتين الثانية والثالثة، هي بيكون المريض عنده ألم وبنفس الوقت يعني ما عم يقدر يتحرك، هي عبارة عن حلقة. الألم بيؤدي إلى إنه يجلس المريض، جلس المريض بيخلي زيادة وزن، زيادة الوزن بتؤدي انعكاس سلبي على ارتفاع الضغط وأمراض القلب وما شابه. نحن بهي الطريقة عم نكسر الحلقة، بنحرر المريض من ألمه وبالتالي عم بيقدر يتحرك وبنكسر هذه الحلقة بشكل كامل. التحضير بده يكون سنة مثل ما حكينا درجة ثانية أو ثالثة، ما في أي تحضيرات نهائيا، بيحضر المريض على المستشفى، بيكون بس عامل إجراءات بسيطة، تحاليل بسيطة، ما في أي شيء، بنخدره بطريق موضعي بشكل عادي أو أحيانا ممكن نضطر لتخدير قطني حسب إذا عنده حالة طبية معينة. بناخذ نسيج دهني، بيكون في شركة موجودة معنا بتساعد بتحضيره وأقوم بحقنه بالمفاصل المصابة. نعم دكتور، دائما أي عمل جراحي بيكون في له ظروف مهيئة، جو طبعا بيتاخد، كيف كانت الظروف المهيئة لهذا العمل الجراحي؟ بداية حقيقة كان في صعوبات بسبب الوضع الحالي السوري وصعوبتها، فحتى بسفرنا للخارج عم نلاقي بعض الصعوبات مثلا، ولكن قدرنا الحمد لله طلعت وعملنا دورات تدريبية الكافية للموضوع وتم جلب المنتج وتم تسجيله بالمنتج وتم تسجيله بوزارة الصحة، وحاليا عم نشتغل بظل هالظروف الحمد لله الامور جيده تمام ان شاء الله. دكتور بعد هي العمليه اللي هي اول عمليه بسوريا، هل رح يتم ايضا عمليات اخرى من هذا النوع؟ اكيد نحن دائما حنفضل على تواصل بشكل دائم مع الخارج وحنبقى على تواصل، اي وجود اي شيء خارجي حديث رح نسعى انه نجيبه بشكل دائم، لانه نحن على اطلاع بشكل دائم على الابحاث. انا عضو الجمعيه الاسيويه الفدراليه لتنظير المفاصل ايضا، عندي كل سنه مؤتمر سنوي باحد الدول الاسيويه بطلع شو بيكون في معلومات جديده، شو في تطورات بنجيبها ونحاول نطبقها هون بشكل كامل. تماما، يعني عم تصير ندوات ومؤتمرات تبحث اخر المستجدات العلميه بمجال الجراحه بشكل عام. خلينا نحن نخصص عن الواقع، واقع الجراحه وجراحه المفاصل، دائما هناك تطور بالعلم وحضرتك مثل ما تفضلت عم تواكبوه انتم، خلينا نحكي عن واقع الجراحه، جراحه المفاصل تحديدا. تمام، بداية هي المؤتمرات بتصير خارجاً، بيكون في من مختلف أنحاء العالم، بيكون في أبحاث معينة جديدة، طرق جديدة بالعلاج، فنحن بنحضرها بنشوف شو في الطرق الموجودة، إذا في داعي لإجراء دورات تدريبية عليها بنعمل دورات تدريبية عليها وبندخل لهون بنجيبها، بنكون إذا في طاقم مثلا معنا ممكن يتدرب معنا ونباشر فيها بإجراء. نحن كرابطة سورية عملنا تأسسنا أنا بداية لما جيت على سوريا بداية الأزمة تقريبا، سألت إذا في موضوع تنظير المفاصل بسوريا، عرفت إنه ما كتير كان موجود، فصرت سافر على آسيا وعملت بحدود سنتين ونص مع مجموعة دورات وتدريبات لحد ما حصلت على الاختصاص المطلوب وتم الاعتماد، وصرت ممثل لسوريا بالجمعية الآسيوية الفدرالية لتنظير المفاصل
طلبوا مني تأسيس الرابطة وأسسناها الحمد لله بال 2015. عملنا أول ندوة هون بدمشق. المؤتمر الأول كان بال 2016 كان باللاذقية، وحاليا حنكون بشهر 9 حيكون عندنا المؤتمر كمان للرابطة. حنشوف شو آخر فيه تطورات وشغلات جديدة حنقدمها إن شاء الله بالمؤتمر إن شاء الله. يعني دائما دكتور المؤتمرات يعني تعتبر بوابة كبيرة للأطباء لتبادل الخبرات، يمكن الدراسات الجديدة، وخصوصا عم نشهد بالفترات الأخيرة مؤتمر نقابة الأطباء أو الرابطات رجعوا يعملوا مؤتمر خاص فيهم. قد ايه بتشوف إلى أهمية، وقد ايه في عدد يمكن أطباء من برا أجوا على سوريا لحتى يصير في تبادل خبرات بينهم؟ جدا إلى أهمية هذه. هي أول بتحيي العمل التشاركي، وهذا شيء كثير مهم. كمان بتخلي المجموعة تعمل كبوتقة واحدة، يعني يعملوا كبوتقة واحدة، إنه بيعملوا كلهم كعمل مشترك، وأي حد عنده معلومة جديدة مثلا بيكون مجموعة ما بيعرفوها بيقدمها بهالمحاضرة، بيقدمها بالطرح، بتنتشر. هي عبارة عن نشر المعلومة وإطار عمل تشاركي، هي الغاية منهم كلهم، والاطلاع على أحدث طبعا المستجدات الطبية والعالمية. تماما دكتور، نحن مثل ما بنعرف عم نمر بظروف، طبعا سوريا عم تمر بظروف، قديش رغم الظروف هناك والصعوبات عم نتحدى هذا الشيء نحن كأطباء، عم يعني رغم كل شيء عم نعمل مؤتمرات، عم نواكب، عم تسافروا، قديش يعني مهم بيضل هاي الظروف انه نتحدى. عم نشوف عالم كثير سافرت يعني، ولكن هناك أطباء طبعا تسعى لانه تطور الطب وخصوصي بظل الأزمة. نحكي شوي. صحيح، ضروري جدا السفر والاطلاع على المعلومات الخارجية، ضروري جدا. الصعوبات اكيد عم نواجه صعوبات، صعوبات بالتقنية، صعوبات تجهيزية، صعوبات طبية، صعوبات أحيانا بوصول المعلومة. بعطيك حادثة بسيطة، أنا من فترة كان في عندي مصاب عنده إصابة بمفصل المرفق، طبعا بده مفصل اصطناعي. على مدى شهرين تقريبا نحن نبحث عن احدى الشركات انه تم لنا المفصل، كان في صعوبه. عفوا دكتور تماما سلمى، يمكن صار جاهز معنا اتصال. معنا اتصال اليوم من يوسف من دمشق. صباح الخير يوسف، معك الدكتور، شو بتحب تساله؟ تفضل. صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم عليك يوسف، تفضل، شو بتحب توجه سؤال لدكتور؟ صباح الخير دكتور. دكتور انا بدي اوجه سؤالي حول الام الرقبه. في الم بالرقبه. هلا انا اخذت النورديون ومرخي عضلي بالاضافه لفيتامين لمده 15 يوم وما راح وجع الرقبه، فشو بينصحني؟ نعم دكتور، بداية ألم الرقبة قد تكون منشأ عضلي، قد تكون منشأ عصبي، فيجب تشخيص الموضوع بشكل دقيق. نعم. بداية حتى يتم علاجه بشكل جيد. بدي أسأل بس إذا كان عامل صور أشعة أو شيء، إذا كان عامل صور بسيطة. يوسف أنت معنا؟ عم تسمعنا؟ يوسف إذا كان عامل صور بسيطة، والموضوع بحاجة إلى فحص والاطلاع على الصور الشعاعية، مجرد حصلنا على التشخيص الدقيق. نعم. يتم العلاج بشكل جيد. نعم. يعني عم نشوف سلمى حالات، يعني عم نشوف الطب قديش عم يتقدم وخصوصي بظل هالفترة. يعني أحيانا منقول أنه الظروف بتحكم، ولكن مسيرة العلمية مستمرة. أكيد دكتور سلم. خلينا نحكي شو محضرين بعد هذا العمل الجراحي. بعد هذا العمل الجراحي نحن حنفضل مثل ما حكيت على أي تطور خارجي حنسعى نجيبه. هلأ همنا اهتمامنا حاليا هو حقيقة تحضير لمؤتمر الرابطة اللي هو هيكون بشهر 9، وبشهر 10 عملنا مثل دعوة للي بيحب خارجا. في عنا دورة تدريبية بالهند، دورة تدريبية بالهند لمدة 3 أيام عم نعلن عنها على صفحة الرابطة. اللي بيحب يشارك فينه بيطلع بيشارك معنا، الاطلاع على آخر المستجدات وإجراء دورة تدريبية على الجساس وعلى الموديلز. نعم دكتور، كمان هلأ معنا اتصال من زينب. صباح الخير زينب. صباح النور يا هلا. تفضلي زينب، شو سؤالك للدكتور؟ بس بدي اسال الدكتور اذا بتريدي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك، اهلا. بس انا عندي وجع بمفاصل اجريه وبصير ورا، وبصير هيك كعب اجري كانه في بسنين بكعب اجريه ما بحسن بدوس عليهم. ما كنت سمعت بس في تعب بالمفاصل. عم تسمعينا زينب؟ ايه سامعتك. معلي تعيدي السؤال، تعلي صوتك شوي مشان الدكتور يسمع. وجع بالمفاصل اكثر شيء باجريه، وفي بصير ورم وبصير كعب اجري ما بحسن بدوس عليهم. تمام. غالبا الالم بكعب الاجرين هو بده يكون مثل بلانتر فاسيليتيز او ممكن يكون منقار. اجراء صوره شعاعيه مع اجراء بعض التحاليل بنتوصل لتشخيص دقيق، ومثل ما حكينا ضروري جدا اجراء الفحص من اجل اجراء تشخيص الوصول لتشخيص دقيق واعطاء العلاج النوعي. بدل ما ناخذ مجموعه مسكنات وما شابه بنعرف الحاله بنعالجها، بيكون. نعم. افضل.
يعني نعم دكتور، يعني دائما بنشوف بالحاله العامه الناس وقت يوجع اي وجع بالمفاصل بالظهر باي شيء، الاسهل شيء انه تاخذ مثل ما قلت دواء مسكن، ما بتروح على السبب. قد هذا الشيء يمكن بياخر حتى بالعلاج؟ من هون طبعا بياخر العلاج، من هون اجى موضوع حقن الخلايا، لانه بدل ما ناخذ مسكنات مثل ما حكيت الفتره الثانيه والثالثه فينا نعمل هذا الاجراء ونستغني بشكل كامل عن المسكن. المسكنات لها تاثيرها اكيد على الكليه وعلى المعده وعلى المدى الطويل، تاثيرات سلبيه اكيد مثل اي ادويه. فالغايه انه نخلص من هذا الموضوع ونعيش الحياه الطبيعيه بكل رياحه، يعني بدون ما يكون في عندنا. نعم دكتور، عم نشوف الام المفاصل منتشره هالايام كثير، يعني ما بنلاقي غير حدا عم يجعه ظهره، المفاصل بشكل عام، هل الجو له علاقه غير انه البنيه تبع الانسان، او مثلا التعب يلي عم يتعبه خلال النهار، لانه احيانا يعني هو تراكمات بتجي التعب أكيد. اخر شيء بيفرط الانسان هي مجموعه عوامل تتدخل بهذا الموضوع. نعم. العوامل الغذائيه لها دور، طبيعه الحياه اليوميه لها دور، ممارسه الرياضه لها دور، كل عوامل بتؤدي الى انه المفاصل تكون سليمه او انها تكون مصابه. زياده الوزن طبعا بياثر بشكل كثير كبير على المفاصل. نعم. فالرياضه، ممارسه الرياضه، وضع نظام غذائي معين بتؤدي الى انه مخفف قدر الامكان من الام المفاصل ومشاكلها. نعم دكتور، كمان معنا علي سليمان من بانياس. صباح الخير علي، عم تسمعنا؟ الو صباح الخير علي، عم تسمعنا؟ سامعك ولا يسعد صباحك، تفضل الدكتور معك، شو بتحب تساله؟ يا جد والله بدي اساله سؤال، والله اذا سمحتي. تفضل دكتور، يعطيك العافيه. يسعد صباحك. الله يصبحك يا دكتور. دكتور، في انا معي تنكس مفصل وقديم ولا فيني ما امشي، والدوات المسكن تبعتنا تبح ما بصير معي تحسس، ولا مثل ما كل مثل سبح قاعد فيني امشي على العصاي. نعم دكتور، المسكنات دبحته دبح وهلا صار عم يمشي على العصاي، شو ممكن؟ طبعا حسب العمر وحسب الوزن وحسب درجه التنكس مثل ما حكينا سابقا. قد ايه عمرك؟ نازح شوي. عمري 70 سنه ووزني شيء 87 كيلو. عمره 70 سنة وزنه 87 كيلو. العمر كله ان شاء الله. اذا كان الحال درجة ثالثة فينا نعمله هذا الاجراء وبيرتاح تماما من الالم، اذا كان درجة رابعة الحل حقيقة حيكون هو استبدال المفاصل، واكيد بيرتاح بقى من المسكنات وبيعيش حياة طبيعية بشكل كامل. يعني لازم انه نستغني عن المسكنات وناخذ الاجراء الجراحي الصح مشان نعيش الحياة بشكل صح. اكيد. خالي من الالم. اكيد. نعم دكتور، عم نشوف حالات متعددة ومتنوعة، مثل ما حكيت هلا من شوي، خلينا نتابع حديثنا عن النظام الغذائي، يعني النظام الغذائي له تأثير على وجع المفاصل، يعني مثلا الأكل اللي فيه دسم زيادة اللي بيعانوا من الانتفاخ مثلا بأسفل القدمين، الأكل اللي فيه ملح زايد، شو النظام الغذائي؟ يعني خلينا نقول بشكل عام اللي فيه يتوازى مع جميع اللي النظام الغذائي يفترض يكون متوازن، يعني تقليل قدر الامكان من الدهون، تقليل قدر الامكان من السكريات، من الاملاح. في اخصائيين تغذيه اللي عنده اي مشاكل ممكن يحطوا له نظام برنامج غذائي بيكون كثير جيد فيه، بيمشي عليه، بيحدد الوزن، بيحدد طبيعه الحياه، بيمارس الرياضه بشكل جيد، بيؤدي الى حصول على نتائج جيده ومفاصل سليمه. نعم. ما بيشكي منها ولا بيتعب. نعم. مستقبلا. دكتور يعني باول ايام رمضان كان معنا استضافه دكتور هضميه، وكنا عم نحكي شوي عن بعض الادويه اللي ممكن تاثر، فقال انه الادويه اللي بياخذوها للمفاصل اللي هي فيها جلوكوز او هيك شيء ممكن انه تاثر شوي، فيفضل تخفيفها برمضان. شو رايك بهذا الموضوع؟ عموم ادويه المفاصل بتاثر على المعده، الانسايتس، مركبات الانسايتس، مركبات مضادات الالتهاب غير الاسترويديه حقيقه ضاره على المعده، وحتى اذا في قرحه معديه ممنوع نعطيها، والمريض عنده ربو كمان بتزعجه، وبالتالي بنحاول قدر الامكان الابتعاد عنها. نعم. يعني نعم دكتور، مثل ما حكينا أنا بدي أرجع دائما للنظام الغذائي. هناك نساء يعانين من شيء اسمه مثل ترقق عظام أو شيء، النساء بيصيب النساء بشكل خاص، يعني شو بتنصح النساء؟ يمكن معنا اتصال من صبية. ألو. ألو صباح الخير. يسعد صباحك. بالله بس بعد إذنك فيني أحكي مع الدكتور؟ بس أنا عندي ابني في وجع بركبه كثير، أخذ أدوية وعالج حاله، بس بترجع كل ما خلصت الأدوية بيرجع الوجع نفسه. ممكن تعيدي السؤال بس لنسمعك؟ إيه لو سمحت. هلا عندي ابني عمره 17 سنة. في وجع بمفاصله وركبه. أكثر شيء ركبه بس مشي أو هيك بتقطعه. أخذ أدوية سيلوكسيب ومسكنات. ممكن توطي صوت التلفزيون ليقدر يسمعك الدكتور تمام ويجاوبك، بس صوت التلفزيون عندك شوي. إيه ماشي. تفضلي. ايه بس عندي معه وجع بركبه، اخذ ادويه ومسكنات لفتره مليحه، يعني
بيرجع كل ما وقف الدواء بيرجع الوجع نفسه بيرجع. شو عمره؟ يعني بس انا حابه اعرف شو اعطيه انه لانه لسه عمره 17 سنه ما بدي انه بلش المسكنات وهيك. طبعا اكيد 17 سنه اكيد ما بصير يكون عنده الالم المستمر خصوصا انه بعد ما يتوقف عن المسكنات. فالافضل أيوة. مثل ما حكينا بدنا بس اذا سمحتي نطلع على التحاليل والاشعه اكيد في مشكله. انا عملت له صور دكتور. عفوا عملت له انا تحاليل وصور ضروري فقط اذا بنطلع عليهم بقول لك شو الحل الامثل له. اكيد ما بصير يعيش مع الالم، ما بصير يعيش مع المسكنات بهالفتره. نعم. ساتر ايوه شكرا. نعم طيب ماشي. يعني شو الحل هلا له دكتور؟ الحل انه هي تعمل اشعه وصور وتراجع تحاليل. شو تحاليل صور اشعه ونطلع على الحاله، بنوصل لتشخيص دقيق نعطي العلاج السليم بدل ما نعطي. طيب ماشي شكرا. ماشي شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا لك يا دارين. دارين كانت من حمص. يعني مثل ما عم نشوف دكتور اغلبيه المشاركين بيكون في عندهم مشكله دائما مع المسكن. صحيح. انه بياخذ مسكن وجع، بياخذ مسكن ما عم يوصلوا لحلول. من هون بيجي اهميه الطريقه الجديده للحقن. طبعا هي ما بس فقط لحقن المفاصل، هي ايضا الاصابات الرياضيه للاصابات الاوتار الاصابات تناسب حتى الجميع المرضى. طبعاً. مرضى السكري طبعاً. او غيره اصابات الاوتار بالمرضى السكري الى انجاز كثير حلو، تطبيق كثير حلو هو على القدم السكري. اللي بيكون عنده قدم سكري وقرحات سكريه عم تعطي نتائج مذهله تقريبا. هي زملائنا بالجراحه العامه فيهم يستفيدوا جدا بهالموضوع. يعني تمام جراحه الاوعيه طبعا. نعم دكتور. بنرجع لحديثنا اللي قبل الاتصال عن الامراض اللي عم يعانوا منها ترقب النساء. تمام ترقب. ترقب حقيقه هو اشي عند النساء من الزبط. يبدو هذا السؤال ما له نصيب معنا في اتصال. الو الو تفضلي. الو يسعد صباحك عم نسمع. صباح الخير. بس لو سمحتي توطي شوي صوت التلفزيون لنقدر نسمعك ويسمعك الدكتور. صباح الخير. والله يا دكتور انا مريضة مفاصل من فترة بعاني من ركباتي. ايوه ما بقدر ما امشي غير على العصا عند الركب. شو العمر مدام؟ لا 54 سنة. 54 سنة. عمر جيد. بالنسبة للتطبيق الإجراحي مثل ما حكينا طبعا دائما يعني الكلام النظري بموضوع الجراحه العظميه بيكون منه كثير دقيق، فالافضل انه نوصل لتشخيص دقيق عن طريق الاطلاع على الصور الشعاعيه، صوره للركبتين اذا سمحتي بوضعيه الوقوف فينا نعملها، نعرف اي مرحله نحن من مراحل التنكس وعلى اساسه بيتم العلاج المناسب. نعم. لانه والله ماني ما اخذ غير المسكنات. بدنا نوقف عن المسكنات اكيد، بس بنعمل صوره بوضعيه الوقوف اذا سمحتي صوره شعاعيه بسيطه بوضعيه الوقوف وبناخذ الحل الامثل. لما لزمان عملت رنين. نعم رنين على ركباتي. رنين اكيد بيعطينا فكره عن الاربطه والغضاريف وما شابه، لكن الصوره البسيطه بالنسبه لتنكس المفاصل بيكون اكثر دقه من ال شكرا كثير لك يا دكتور. اكثر فائده تحديدا. شكرا كثير. شكرا يعطيك العافيه. شكرا لك. يعني نرجع مرة ثانية على موضوع الترقق؟ لا خلينا نجاوب على سؤال سالي. نجاوب على سؤال قبل ما يجي. الترقق هو أشي عند النساء من الذكور بسبب أنه عند إيقاف الدورة التمصية بيسحب الاستروجين من العظم، بيبتدي أنه يسحب الكلس من العظم، عفوا بيوقف الاستروجين بيبتدي يسحب الكلس من العظم. أول شيء النشاط الرياضي كثير مهم. الصبايا ضروري لحد عمر مثلا 25 فيهم ياكل المكملات اللي هي الحليب والأجبان والألبان، بعد هذا العمر أثبت أنه ما كثير إلى فائدة حقيقة. الرياضة هي كتير مهمة. بعد انقطاع دورة التمصية ضروري نعمل قياس كثافة العظام، إذا في ترقق أو هشاشة نبتدي بأخذ العلاج المناسب. أكيد. يعني دكتور وهيك نحن عم نحكي عن بعض النصائح، خلينا قبل ما نختم حديثنا شو يمكن أبرز النصائح اللي بتحب توجهها لكل يلي عم بيتابعونا بما يخص صحة المفاصل؟ الرياضة والنظام الغذائي المتوازن. هدول أهم سببين أنه يعيش مفاصل سليمة ومرتاحة ونبتعد عن أي طبيب. طبعاً. يعني شكرا لحضورك دكتور اليوم معنا، وشكرا للنصائح اللي عطيتنا اياها، وان شاء الله يا رب يكون لنا لقاءات ثانيه. يسعد صباحك. لنا شرف. شكرا ويعطيكم العافيه. ولازم ننوه سالي ونرجع نذكر انه هذا الانجاز الطبي صار موجود متوفر بكل المحافظات السوريه. أكيد موجود ومتاح وأي مكان موجود. وأكيد رح يوفر خلينا نقول جراحة آمنة أبداً لكل أبداً. المرضى حتى بأخر مرضى السكري وغيره. بأخر عملية استبدال المفاصل وبيعطي أنه فترة حياة جيدة بغياب الألم تماماً. نعم شكراً لك دكتور. شكراً لك دكتور. شكراً.